الاستاذه سمعكم صوت بنت من اصول صوماليه، سويديه من اصول صوماليه. هذه الفتاه عندها خبره بتحكيها بشكل واضح ومباشر على ازاي بيحاولوا يستحوذوا على كل اموال التمويل، وازاي بيحاولوا يروجوا لوجه من الاسلام يتوافق للاسف مع رغباتهم الحسيه. لقد تحدثت عن تجربتي، عما لاقيته في الضواحي وفي المسجد. كانت هناك نساء اشتكين من أن أزواجهن تزوجوا سراً من نساء أخريات، وعندما اشتكينا قال لهن الأئمة أنه لا يجوز أن يعبرن عن الاستياء، لأن الله يسمح للرجل بأن يتزوج من 4 نساء، وإن كان لديك ضرتان فهذا أمر طبيعي. نحن بحاجة إلى أناس أكثر ب3 مرات من الكفار لكي نغدو أكثرية. يبقى الهدف واضح، الهدف إن هم انفصاليين، راحوا لهذه المجتمعات ليس لأن المجتمعات دي بالنسبة لهم هي قيمة عايزين يعيشوا داخلها، ولكن للاستحواذ عليها، والأهم والأخطر هو تكفير المجتمع اللي راحوا له، يعني اللي هو مش مجتمعهم الحقيقي ولا الأصلي، لا بدأوا يكفروه وبدأت المغالطات. والبنت بتحكي الخبرة اللي عاشتها في السويد. طيب هل يا ترى المسألة يعني في هذه الحدود نقدر نقول إن المرحلة زي ما بنسميها في الكبسولة الآن، الغرب يعيش مرحلة المكاشفة، هل هناك ما يؤكد ذلك؟ يعني هل بدأت الأدبيات بتاعة علم الاجتماع السياسي وعلوم السياسة والاستراتيجية والأمن القومي عندهم تقول هذا الكلام؟ قولا واحدا ده اللي حاصل.